بس الفكرة كلها بجد عايزين نتعرف عليكم أكتر، عايزين حتى الناس تعرفكم أكتر. بنقعد نسمع عن أبطال وبيجيبوا لنا بطولات وميداليات، بس الجانب الشخصي عايزين نعرفه أكتر. الكواليس ورا قبل أي بطولة عايزين نعرفها. أبدأ بيك يا جنى، احكي لنا كده شوية الأول عنك. هو أنا كان بقالي فترة ما بكسبش، بس جيت بقى حطيتها في دماغي أنا عايزة أكسب وعايزة أطلع تاني وإن أنا أكسب. أنت أصلا بتلعبي من وأنت عندك كام سنة؟ أربع سنين. بس ما كنتيش بتكسبي بشكل يرضيكي في البطولات؟ لا، وانا كنت بكسب لحد سن معين، بعد كده بدات بقى اللي هو انا ارجع تاني. اوكي. بس حطيتها في دماغي بقى انا عايزه اطلع وعايزه ابدا ان انا اكسب وادخل المنتخب وكده. بدات بقى من موسم 2019. طبعا كابتن علي ليه الفضل في كده، هو قعد معايا كتير عشان اوصل اللي انا فيه ده، وطبعا مامتي وبابايا هم اللي كان ليهم فضل برضه في مروحهم جاي وان هم يودوني التمارين ويرجعوني. كان طبعا تمارين كتير، فيتنس فردي جماعي عشان نحقق اللي احنا فيه ده دلوقتي. وطبعا دكتور مراد ليه برضه فضل في كده. هو انا مش سامعاك يا جانا، علي صوتك شويه، الناس اكيد برضه مش هتسمع. علي صوتك شويه، انت بطله يعني يا جماعه. ودكتور مراد برضه ليه فضل في كده. كنا بنتمرن كتير عشان نوصل اللي احنا فيه. طبعا بدات احقق من 2019، كانت اول بطوله ليا في تركيا، بعد كده القاهره والجمهوريه بقى، وبدانا في الدوري وده ثالث دوري ليا. وانت اصلا بتدرسي طبعا ايه بقى؟ سنه كام؟ انا ثانيه ثانوي. ثانيه ثانوي. اوكي.